مساء الخير واهلا بيكم. النهارده حلقه مختلفه شويه عن طبيعه الحلقات اللي متعودين عليها في القناه دي، ولكن فيها درس مستفاد وفيها افاده. يعني احنا ما بننقيش اي حلقات كده وخلاص. في صديقه لنا من افراد عيلتنا، يعني هي متفاعله معانا جدا وعلى طول بتعلق وعلى طول متواجده، ولكن ليها استفسار يعني بالنسبه لها زي ما وصفت حياه او موت، وطلبت مني ان انا اخد رايكم فيه. وقالت لي والله اللي هيقولوا لي عليه الاغلبيه هعمله، انا بقالي شهر لا باكل ولا بنام ولا بشرب وحالتي ميؤوس منها لدرجه ان انا فكرت في الانتحار. قلت لها احنا عاملين قناه تانية اسمها اسال محمد وعيلته للاسئله والفضفضه واخد راي اصدقائنا. قالت لي معلش انا عايزاها على القناه الكبيره لان انا مش مشتركه في القناه التانية، ولي اصدقاء على القناه دي، قناه محمد ابو زيد دي، وعايز اسمع ارائهم. فانا لما بلاقي حد من افراد عيلتي يعني عنده مشكله كبيره قوي مصر على حاجه قوي بعملها له. هنخش باختصار في اللي هي قالته عشان تكتبوا ارائكم في التعليقات. اكيد هي معانا، وزي ما قالت اللي الاغلبيه هتكتبوا هي هتسمع كلامكم. باختصار بتقول انا كنت بحب واحد، اول ما فتحت عيني على الدنيا فتحت عليه، كان جارنا ويعتبر قريبنا، هو اللي مربيني لدرجه ان بتحلف لي كان ايام الدراسه بيشتغل الفلوس اللي يشتغل بيها لازم يجي يدهاني او يجيب لي بيها حاجه. بيقول كان متكفل بيا من الالف للياء. بتقول من ايام ما كنت في الاعدادي اولى او تاني اعدادي لحد ما دخلت الجامعه وهو معايا ما افترقناش يوم. بتقول كنت بحبه حب جنوني جنوني فوق ما تتخيلوا. قولوا زي ما تقولوا انا يعني فتحت عيني على الدنيا لقيت هو ده الأب والأخ والصديق والزميل كل حاجة. خلاص أنا كبرت وصلت الجامعة وهو بدأ إن هو يتقدم لي، دخل البيت من بابه زي ما احنا بنقول. أبويا رفض. قلت لها ليه؟ الكلام ده كان على الانستجرام. قلت لها ليه؟ قالت لي لأن ما كانش عنده شقة. قال له أنا هخطبها وهسافر، كان مسافر للخارج، هي مصرية عامة، مسافر للخارج وسنة أو اتنين أجيب قرشين حلوين أجي أشتري الشقة أفرشها ونتجوز. أبويا قال له لا، أنا ما غامرش ببنتي، هات شقتك وبعدين تعالى، ورفض الخطوبة أو الجواز على كده. بتقول هو زعل، قفل تليفوناته واخد بعضه وسافر وما كلمنيش، وسابني في حالة يعني اقرب للموت، جسد بلا روح، لدرجة ان حاولت انتحر ويلحقوني اكتر من مرتين ويلحقوني. بتقول عدت سنة اتنين وانا ارفض كل اللي يتقدموا لي لحد ما اضطريت في النهاية اوافق على واحد. الواحد ده نجح بشخصيته واسلوبه واحتوائه وحبه ليا ان يخليني احبه، اهتمامه وشخصيته وجاذبيته واحتوائه ليا عوضني ما انكرش. نسيت الاولاني وخلاص بقيت فرحانه ومبسوطه ان انا مرتبطه بده، وقلت هو ده اللي انا هكمل معاه حياتي وربنا عوضني بيه عشان ربنا عادل وما يرضاش بالظلم. الدنيا تمام وفاضل على فرحنا دلوقتي 3 شهور. يا أهلي يا ناسي يا عيلتي، يا اللي ياما قريت تعليقاتكم وآراكم وأعجبت بيها وصفقت ليها زي على حسب تعبيرها يعني. فوجئت إن هو رجع من السفر وكلمني وقال أنا بقيت جاهز ووالدك ما عادش ليه حجة، ومن بكرة لو قلت لي مستعد أجي أتقدم لك تاني وأعمل المستحيل. بتقول أول ما كلمني أنا حسيت إن مشاعري كلها اتلخبطت واتغيرت وما بقتش عارف اعمل ايه. انا زعلانة منه ان هو استسهل وما حاربش عشاني، كان المفروض ان هو يحارب شوية عشان مش من اول ما والدي يقول له لا خلاص يبيع القضية كلها ويمشي ويبعد عني، كنت مستنية ان هو يحارب اكتر من كده. المشكلة ان هو ليا معاه ذكريات لا تنسى، وكنت يعني ده اللي انا اول ما دق القلب زي ما احنا بنقول، حب الاولي وحب الحالي، اللي شاريني واللي تعلقت بيه واللي جاي تاني عايزني. انا محتارة. بتقول انا مش عارفة انا بحب مين، انا مش عارفة اعمل ايه ومش عارفة افكر بالعقل. انتوا برا الموضوع تقدروا تحكموا عليه اكتر مني، اخد ده ولا اخد ده؟ اسيب خطيب اللي بقالي معاه دلوقتي داخلين على 2 سنين وفرحنا كمان 3 شهور
وارجع لحبيبي الاولاني، ولا اكمل مع اللي انا معاه دلوقتي واسيب الاولاني لانه ما حاربش علشاني؟ دلوني بتجاربكم بخبرتكم، والله اللي هتقولوا عليه انا هعمل بيه. طبعا القصه هي كتبت وقالت حاجات كتير قوي، انا اختصرتها، وانا شفت ان هي بتتالم الم كبير قوي. اللي عنده راي يكتبه، هي متفاعله معانا قوي، والناس القديمه ممكن تعرفها كمان، يعني ما فيش تقريبا حلقه بننزلها الا بتكون معانا. اكتبوا اراءكم، دي واحده من افراد عيلتنا ولجأت لنا. واقول لك على حاجه، الشخص اللي بيلجأ لك ده اوعى تغزله، لانه ساب الدنيا كلها وجالك، فرأيك امانه، ورأيك ممكن يتحكم في مصير بني آدم مدى الحياة. ادعموا الحلقة دي بلايك عشان توصل لأكبر قدر وأكبر عدد يشارك، رجاء لو تحبوا حاجة زي كده. إلى اللقاء، عندنا حلقة للعلاقات، الحلقة الرابعة، فن نجاح العلاقات، اللي يحب إن هو يتابعها.